صار لي سنتين ونص الصراحة قاعد أشتغل على البراند، وكان عندي شيء وايد أساسي إن أنا أشوف شيء مو موجود في السوق أو بالنسبة لي كل امرأة تقدر تستخدمه، سواء كانت أم، موظفة، مراهقة، بنت عندها بزنس، عندها وظيفة، عندها ياهال. It's on the go. Formulas وايد وايد صحيين ووايد زينين حق البشرة، وأهم شيء عندي البشرة بما أنه هو مكياج يستخدم بشكل يومي. الحمد لله قدرت بعد سنتين وشيء أسوي شيء ونطلع براندات خليجية كويتية عربية لبرا بدل ما احنا نستقبلهم لداخل. Thank you so much حق كل البنات والشباب اللي يونا اليوم. صراحة أنا وايد منحرجة من كل اللي قاعد يصير، لأن في بنات صراحة يعني ما أتوقع أن أنا عطيتهم حقهم ولا اللي علاقتي قوية فيهم، وشجعوني بطريقة ما تخيلتها، غير ربعي وأهلي وكل من اشتغلت معاه وبوتيكات وفلهوب والكل اللي it made this possible. وشكراً حق كل شخص شجعني وحس أن أنا أقدر أسوي هالبراند. أنا عندي بالنسبة اليوم نفس الولادة، هذا this is my new baby، وإن شاء الله راح يعجبكم وتوصل لكم كذا برودكت، بس في بعد برودكت إن شاء الله on the way. وthank you so much. البراند موجود الحين في بوتيكات أونلاين، وإن شاء الله في future brand، وأتمنى إنه يعجبكم أكثر وأكثر واللي جاي بعد إن شاء الله. Thank you so much everyone. Thank you so much.